هل ممكن اشرح لي وهل حقا تم غلق مطعم صبحي كابر؟ ايه هي حقيقة غلق مطعم صبحي كابر؟ وايه موضوع البيع؟ وايه هي السبب الصادم اللي ممكن نعرفه في الفيديو؟ وصبحي كابر طالع وبيقول على حاجات ومعلومات هتعرفوها لأول مرة، تعالوا بينا نشوف بيقول ايه، خليكم معانا في التفاصيل. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وجمعة مباركة علينا وعليكم. يا جماعة، بيع المحل ده أنا مبيعتش حيطان وأرضيات زي ما هما هيقوا ليكم. أنا بعت مطعم صبحي كابر 3 أدوار، بايع لا مؤاخذة 3 سيم، بايع 10 شقق فيهم 5 تجاري، بايع لا مؤاخذة جراج 93 باكية أو 83 باكية، معاه 10 باكيات فاضيين حوارب وشوارع فيه. بايع على مؤاخذة مول سلم كهرباء، 5 أسانسيرات، 3 هنا واتنين الناحية التانية. بايع على مؤاخذة دورين في المول تجاري، بايع دور إداري فوق في المؤاخذة لسه ما اشتغلش، بايع كل دور في المحل بايعه لهم بكام؟ مش المبلغ اللي انتوا سمعتوه، ولا في 500 ولا في 300 ولا في 200. أنا بايع محل شغال بالعدة ومحل بيكسب، أنا معايا المبيعات بتاعتي لحد النهارده، معايا المبيعات بتاعت المحل، كل ده اقدمه للضرايب، مفيش كلام من ده، انا بدفع حق ربنا، بدفع الضرايب حقها وبدي كل اللي حقه. نخلص من الموضوع ده، هم هيجوا الناس عليها ازاي؟ ان هم عندهم صفحات الكترونيه، الاستاذ علي هاني الامام ابنهم، هم 5 اخوات، ال5 اخوات دول مع بعض كده حزمه واحده، عندهم كل واحد عنده 10 عيال، عاملين من ايام الثوره اللي هي حاجه اسمها لجان الكترونيه او صفحات الكترونيه، فاخدين شقق وخنادق وبتاع وعاملين الحاجات دي كلها كده، وبياخدوا فلوس من الناس يطلعوا يلسنوا عليهم ويردوا على بعض ويكلموا بعض، قصه كده في النت. يعني انا مفيش حد يرد لي رد كويس خلقه ربنا، مفيش حد شاف مني خير، انا عملتش مع حد خير، ما عالجتش حد، ما جوزتش حد، ما خدمتش حد، ما وقفتش جنب حد عيان ولا حد مريض ولا كلام من ده، لا كل طول عمري خير وبعمل خير وباسس جمعيات خير، بتعلم الخير من اهل الخير. انت فاهمين سعادتك؟ فانا مش وحش، بس انا كنت مانع النشر والنت عشان خاطر في ناس كبيره كانت متدخله ان انا ما ازعش حاجه على النت ولا اتكلم على النت، وسمعت كلام الناس الكبيره اللي هي خيرها عليا، ابويا الحاج والسبت الباشا والحاج مسعد، وسمعت كلامهم ومشيت ورا منهم ورحت قعدت معاهم عشان ادوني بقى فلوسي اللي باقيه منهم وباقي الحسابات. جبت المحاسب 4 ايام نراجع حسابات، فلوس خدت كام خدت كام، تخيلوا المحل ده اتباع بكام؟ انا هقول لكم بس بنزل ورق عشان تشوفوا الدنيا فيها ايه. انا خدت 150 مليون جنيه 2 مليون جنيه، مش هو قال ان هو معاك شوفات حسابات بالاداعات الفلوس دي كلها؟ معايا انا صور، قال الكلام ده، خليه ينزلها على النت وشوفوا خد المحل بكام. الناس دي بعد احترامي ليهم ما يعوش الا واقفين، والناس كلها عارفاهم في الشرابيه وفي روض الفرج، الناس دي تجار عربيات ما طلعوش الا ساعه الثوره، كل الهيلمان ده وكل الفلوس دي بعد الثورة، من خير الثورة. أنا باخدها من الصفر، من تحت الأرض، طلعت لما أخذ 33 سنة شقيان صبحي كامل. مستخسرين عليا إن أنا أركب عربية رنك؟ مستخسرين عليا إن أنا أبقى كويس؟ ما لازم أركب عربية رنك وأعيش في فيلا وأعيش في قصر، ما عايزين مني إيه؟ أعيش تحت الأرض؟ ما ده شغلي، أنا بدي الدولة وبدفع ضرايب بحق ربنا زي الكتاب ما بيقول، وكل حق بديله حقه، وعمري ما كلت حد، وانتوا عارفيني كويس، سمعتي وحشه ولا حلوه؟ قالوا الصناعيه مش الصناعيه، طب ما هم ماشيين نص الصناعيه من الاول، مشوها كل اي حد كان تابع مشوه، وخلوا الجزء اللي هو يخصهم هم الناس اللي هي ما بيحبوها، انا اللي يخصني كله مش، ويا جدعان انا مش هفتح محل كباب في وسط الدهشور، انا هفتح ده مؤاخذه جزاره جزاره، هفتح جزاره. الكابتن دونجا ادانا المحل ده مدهوني لا مؤاخذه، يعني عايز اقول لكم ايه؟ ربنا اللي يعلم، عشان ما حدش يقول لي خدت ملايين ومش ملايين وكلام من ده. هو الراجل عامل معايا واجب، هو وهاني درويش لما عرفوا بظروفي ادوني المحل ده، هعمله جزاره، المحل ده 200 متر ما ينفعش فيه ان انا اعمل فيه كباب وكفته انا بعد صبح كابر المول ده كله، اقعد محل على الضيق نعمه، بس انا هعمل فيه جزاره عشان انا الناس دي سبب شايف منهم الخلاف بيني وبينهم ان انا قطعوني ان انا ما ادهمش لحمه، وده اللي انا خليني قلت لهم انا يا اخوانا مش هديكم لحمه خلاص ماشي، يبقى انا هاخد الصفحه بتاعتي واخد التليفون بتاعي، ده كله اللي حصل، دي كل الحكايه، اتقلبت الدنيا عليا. زي ما قلت لكم تاني،
الاستاذ علي هادي الامام صفحات الكترونيه كلها مشغلها ومدورينها، وهم بيحبوا يقعوا حد بيقعوا عن الكلام ده، طبعوا الصفح وطبعوا الكلام اللي بيتكلموه وطبعوا الناس اللي تبعهم تعرفوا الحقيقه ايه. انا مش كذاب ولا انا خاين، وهحكي لكم حكايات كتيره قوي، بس قولوا يا رب. السلام عليكم.